لليوم الثالث على التوالي. المشهد بات معتادا هنا، معارك البيضاء وسط اليمن تتواصل. الجيش اليمني يشن عملية عسكرية شرقا وغربا على محوري مديرية الزاهر ومديرية الصومعة، ويحرز تقدما وفق ما ذكرته مصادر ميدانية. نحن الآن في مواقع الذي كانت تتمركز فيها الحوثة في منطقة قربة، وهذه غنائمهم، هذه غنائمهم وهذه مواقعهم. سقطت المواقع كاملة في قربة والأريال، وهذا الأريال قريب مننا، هذا الأريال قريب مننا الآن، ونحن الآن في المواقع الذي كانت تتمركز فيها الحوثة. في جنوبي اليمن انفجار في محافظة أبين يستهدف معسكر اللواء الخامس مشاة ويوقع عشرات القتلى والجرحى دون أن تعلن أي جهة المسؤولية. ويتزامن الهجوم مع إعلان القوات الحكومية سيطرتها على مدينة لودر التابعة لأبين بعد اشتباكة عنيفة مع مسلحي المجلس الانتقالي. وفي مأرب الجبهة مشتعلة أيضا، مصادر ميدانية تفيد باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف مديرية رغوان شمال غربي مأرب. كما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريتي صراوح ومجزر. كذلك الحال في غرب اليمن، في الحديدة طيران التحالف يقصف منطقة العرج بمديرية باجل، وذلك بعد استهدافه مديرية الصليف بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إضافة إلى اندلاع مواجهات شرقي وجنوبي الحديدة. واصفة إياه بالعدائي، قوات التحالف تقول إنها تصدت لهجوم حوثي باستخدام زورقين مفخخين في الصليف، مستنكرة استمرار انتهاك الحوثيين لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من الحديدة على حد وصفها. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسلنا خليل القاهري. خليل، كيف تسير العملية العسكرية التي يشنها الجيش في محافظة البيضاء؟ نعم ريما، في البيضاء في الأصل مديريتا الصومعة والزاهر كانتا أيضا قبل هذه المعركة المتجددة مسرحا لعمليات قتالية عنيفة بين الطرفين، وبقي كل طرف محافظ على المناطق أو المواقع العسكرية التي يتمركز فيها حتى الآن. الآن الجديد أن القوات الموالية للحكومة بإسناد من التحالف أعلنت أنها استعادت زمام المبادرة على الأرض في عدد من المواقع في المديريتين الصومعة والزاهر، وقالت إنها تقترب من مركز مديرية الزاهر. ولكن أيضا في المقابل الآخر جماعة أنصار الله الحوثيين تقول بأن الغلبة لها حتى في هذه المعارك التي تدور في البيضاء، وأنها يعني تمكنت من إحراز تقدم وتقلل في الأصل من شأن معركة البيضاء، خاصة أنها تأتي ربما كما يقرأها بعض المراقبين العسكريين لتخفيف الضغط على معركة مأرب المشتعلة في أكثر من 10 جبهات في اتجاهات مختلفة من محافظة مأرب الشمالية والغربية والجنوبية والشمالية الغربية، أيضا في أطراف مديرية رغوان التي شهدت معارك عنيفة بين الطرفين خلفت قتلى وجرحى، وكذلك في صرواح، وكذلك أيضا في مدغل ومناطق أخرى من محافظة مأرب والتي شهدت معارك عنيفة أدت إلى سقوط أيضا عشرات القتلى والجرحى وسط غارات جوية مكثفة مرة أخرى لطيران التحالف بشكل يومي على مواقع جماعة أنصار الله في إسناد للقوات الموالية للحكومة. وبالتالي جبهة مأرب هي الجبهة الأكثر سخونة، جبهة البيضاء وإن فتحت جبهاتها مرة أخرى لكن معركتها تبدو أقل شأنا على الأقل حتى هذه اللحظة من معارك مأرب المحتدمة وكذلك معارك الجوف المتقطعة خاصة في الأطراف الشرقية من محافظة الجوف. اللافت أيضا عودة التوتر فقط إلى محافظة أبين بمزيد من التعزيزات والحشود العسكرية لكلا الطرفين، القوات الحكومية والانتقال الجنوبي، وذلك بعد أن أعلنت الجانب الحكومي أنه استعاد زمام السيطرة وسيطرة على مديرية لودر وأجزاء واسعة من المقار الأمنية لهذه المديرية. شكرا خليل. خليل القاهري من صنعاء.